السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا استخاره بالقران الكريم للمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه بالحروف. نشوف مع بعض. المجموعه الاولى هي الحروف دي: حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد، واللون بتاعهم الاحمر. طيب انتوا عايزين تختاروا اللون، مفيش اي مشكلة. عايزين باول حرف من اسمكم، مفيش اي مشكلة. المجموعة التانية هي معانا حرف الطاء والظاء والعين والغين والفاء والكاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. دي المجموعة التانية واللون بتاعهم الازرق. هنركنهم على جنب دلوقتي عشان احنا طبعا هنبدأ بالقراءة الاولى اللي هي المجموعة رقم واحد واللون الاحمر بتاعهم. وزي ما قلت شوفوا انتوا حابين ايه، حابين اللون، حابين باول حرف من اسمكم، تمام. انتوا ممكن كمان تختاروا اللون الازرق في القراءة التانية، مش لازم اول حرف من اسمكم. فشوفوا انتوا حابين ايه واللي حابينه امشوا عليه. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا ما تنسوش باللايك الحلو، وما تنسوش تكتبوا كومنت جميل كده زيكم. ونشوف مع بعض دلوقتي استخارتنا هتقول لنا ايه الفترة دي. يا حبايب قلبي بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب انتوا ظهرت لكم صورة ايه؟ صورة الرعد. صورة الرعد دي بيدل على ايه؟ بيدل ان انتوا عندكم نصرة حلوة جدا الايام دي، او عندكم تحقيق هدف او تحقيق حاجة جديدة عندكم. الفترة دي كمان من اكتر الفترات اللي انتوا عندكم ايمان بنفسكم قوي، وعندكم تجديد لكل حاجة في حياتكم. عندكم عمل جديد او طاقة جديدة او شغل جديد او حاجة جديدة هتفعلوها، بس عايزاكم تخلوا بالكم من الناس الخبيثة وهي سبب السحر اللي عندكم. طيب السحر اللي عندكم ده ايه؟ ممكن البعض منكم عاملكم في حال، البعض منكم عامل لكم طاقة سلبية، البعض منكم عامل لكم عراقيل في حياتكم، ده سبب السحر. انتوا مش حاسين الفترة دي بأي راحة، مش حاسين بأي حاجة جديدة بتحصل. ليه؟ لأن انتوا قطعتوا علاقاتكم مع ناس كتيرة جدا. تفكير 24 ساعة بين الشريك أو بين المتجوزين أو انتي والشريك، أو العلاقة العاطفية دايما فيها حد بيتدخل، وعشان كده انتوا قررتوا تعملوا حاجات كتيرة مختلفة. كمان زرعتوا كتير من خير، زرعتوا كتير من حاجات جديدة، زرعتوا كتير من حاجات في حياتكم، ومفيش اي استكمال ابدا. البعض عندكم اكل حقكم، البعض عندكم اكل مالكم، البعض عندكم اذاكم بشكل مختلف، تعدد في الاذى بتاعكم. كمان البعض منكم هنا استعجل في قرار ما كانش ينفع ياخده، والقرار ده انتوا حاليا بتعانوا وبتدفعوا الثمن، فياريت تخلوا بالكم، لان في ناس كتيرة جدا ضغط عليكم عاطفيا وعصبيا. انتوا هنا محتاجين مساعدة، محتاجين حاجة جديدة تدخل حياتكم الروح الجميلة، تدخل في حياتكم الحياة الهادية، لان انتوا حاليا بتعانوا من توتر وبتعانوا من عصبية زايدة. في فلوس جاية لكم، في ربح جاي لكم، في مبلغ من المال هيجي لكم، ومبلغ من المال ده هيحسن من اموركم، هيحسن من حياتكم، هيحسن من حاجات كتيرة جدا. هتجيبوا حاجات جديدة، هتشتروا، الله اعلم، بس في حاجات جديدة عندكم هتعملوها. كمان هنا في حمل كبير شايلينه، او حاجة هم كبير شايلينه فوق كتفكم، والهم ده كبير، وكان السبب في حياتكم حد مؤذي اذاكم، لكن بفضل ربنا هيبقى في طاقة تانية وحاجات جديدة. البعض برضو منكم بيعاني من مشاكل نسائية، بتعاني من مغص على طول، بتعاني من قولون عصبي، مشاكل في الرحم، تأخير في الخلفة، الله أعلم، بس مشاكل عاطفية أو مشاكل نسائية كتيرة. طيب الفترة اللي جاية دي كمان في بينك وما بين حد هيبقى في سوء تفاهم، لكن بإذن الله هتحاولي تحليه، علشان انتي أو انتوا بدأتوا بدأتوا تعملوا حاجات مختلفة، بدأتوا ان انتوا يبقى في طاقات تانية مختلفة عندكم، لان انتوا شايفين كتير جدا من الحاجات اللي مضايقاكم.
طيب في حد هيجي كمان وهيفتح معاكم موضوع، والموضوع ده هيكون كبير، لكن انتوا بفضل ربنا هتكونوا متحمسين للطاقة الجديدة، لان انتوا هنا حاسين بالخوف وحاسين ان في ناس كتيرة جدا طمعانة فيكم، والناس اللي طمعانة فيكم دي بتدبر لكم مكيدة، بتدبر لكم حفرة. فعشان كده بدأتوا تعملوا حاجات جديدة، وبعد وقف الحال اللي عندكم ده او بعد الامور اللي ازياكم هيبقى في تغيرات ايجابية ان شاء الله باذن الله، في لمة حلوة او في كلام حلو او في طاقة جديدة او في امور مستجدة على جميع الاوضاع، لان القمر عندكم هيكتمل، وده بيدل ان حياتكم هتكون فيها نصر وحياتكم فيها تجديد حلو. بلاش القلق وبلاش التفكير الزايد، وبلاش ان انتوا تدخلوا نفسكم في اي صراع الفترة دي، في حد هيمدلكم ايده وهيساعدها، انتوا هتساعدوه وهو هيساعدكم، وهيبقى في كده علاقة فيها حب او فيها طاقة جديدة. في علاقة معاكم من ابراج ترابية تعباكم، علاقة من ابراج ترابية ياريت تخلوا بالكم منها، لان الابراج الترابية تعباكم وعاملة لكم حاجة مخيفة، عاملة لكم حاجة واخدة من طاقتكم بشكل كبير. كمان الفترة اللي جاية دي هيكون في امر جديد، الامر الجديد ده هيخطف قلبكم خطف، وبعد كده هتحسوا بالراحة النفسية والجسدية، لان كل حاجة هتمشي زي ما انتوا عايزين. اول حاجة انت عندك طاقة ايجابية الفترة دي بشكل كبير جدا، بس انتوا بتفكروا في حاجات كتيرة جدا، بالكم مشغول باكتر من حاجة، عندكم حاجة بتتحضر لكم، فرحة كبيرة، انتوا في طريق ان انتوا توصلوا لهدف معين، لطريق معين، عندك تحقيق الحلم، تحقيق حاجة جديدة، بسم الله ما شاء الله عليك، يعني انت عندك طريق في بيتك، الطريق ده في قلب بيتك، طرقة حاجة، يعني في طريق كده في أرض بيتك، المكان ده عايزك تنظفه كويس وتخلي بالك من بيتك كويس جدا. انت هنا عندك كمان طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي ما شاء الله عليك، هيبقى في خروج من محنة، خروج من يأس، في كمان أكتر من هدف بابك، يعني بيتك مشغول بيه الفترة دي. كمان انت عايز تطلع لحاجة جديدة في حياتك، عندك أخ أو أخت بيأذوا فيك، بيتكلموا عليك، متعمدين دايما ان هم يجيبوا يعني يجيبوا اخرك كده ويودوك في مشاكل او يوقعوك في مشاكل. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك طاقة جديدة، طاقة مختلفة خالص، الطاقة دي هتكون فتحة خير ليك، او هتكون حد هيدعمك على جميع الاسعد، بس البعض منكم ممكن يكون عليه نادر، لازم توفوا بالنادر اللي عليكم، لازم تطلعوا من اللي انتوا فيه، في حاجة انتوا نادرتوا بيها وموفيتوش بالوعد بينكم وبين ربنا. عندكم كمان لقاء يخص لقاء شغل، لقصة حياة جديدة، عندك بداية جديدة كمان الفترة دي، هيكون في رزق حلو جدا هيجي لكم، وهيبقى في اعوض، عندك اكتر من خطوة، الخطوات دي هتكون ايجابية او هتكون وصول للهدف، وصول للحلم، وصول للطاقة المعينة، الله اعلم. من وقت للتاني بتمروا بالضيق، بتمروا بالخنقة، يعني ممكن تمروا بكسرة اكتر من مرة، بس عندكم تحقيق هدف الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لكم، لو انت عندك طرقة ما بين الحمام والمطبخ، طرقة ما بين اوضة النوم او اي طرقة عندك، خلي بالك من الطرقة دي كويس جدا، علشان خاطر الطرقة دي انت يعني دايما بتحصل كده في حاجة فيها، وانت بتحس انه في حاجة غلط، فعشان كده دايما اقول لك خلي بالك من النقطة دي، وحصن نفسك اول على طول، علشان الطاقات السلبية بتتوزع عليك من مداخل الحمام، فخد بالك من النقطة دي. عندك هنا بسم الله ما شاء الله عليك دعم كبير جدا، انت في حد هيعرض عليكم شغل، عمل، هيعرض عليكم حاجات جديده، وانتوا هتاخدوا قرار حاسم، وهيبقى في توازن عندكم جديده، بس بالكم مشغول باكتر من حاجه حاليا، عندك بذل مجهود بشكل كبير جدا، عمال تبذل مجهود، عندكم اتنين تعابين في حياتكم، الحياه التعابين دول ما زالت موجود، عمالين ياذوا فيكم، عمالين يكسروا بخاطرك اكتر من مره، عايزين يوقعوك باي طريقه، بس انت بفضل ربنا مستحيل تقع، وهتكون دايما في قمه الازهار وفي قمه العليا. في مكان انت هتروحه، المكان اللي انت هتروحه ده هيكون طاقة ايجابية وهيكون فرج ليك. سمعت اكتر من مرة كلام وجعك، كلام ضايقك، كلام زعلك حتى على نفسك، عندك خبر حلو هتسمعه بعد اكتمال الموضوع اللي بالك مشغول بيه وبتفكر فيه في حياتك. البعض منكم عنده علاقة تانية او طرف تالت، الطرف التالت ده هيخرج من حياتك او هيطلع بره خالص، عشان كده انت عندك مشاكل بينك وبين الشريك. كمان الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليك هيبقى فيه يعني مش يعني قرار كده انت هتاخده، القرار ده هتبدأ
تحدد بيه مصير حياتك الفترة اللي جاية، او هتبدأ تسد جزء من الديون اللي عليك. انت عليك ديون حاليا، او عليك بعض المال اللي عليك، ناوي تطلع المال اللي عليك، ناوي تعمل حاجات جديدة، ناوي تبص لطريق الخير ليك. الله اعلم عندك بشرة، والبشرة دي خير ليك في الطريق اللي انت فيه حاليا. مين الشخص اللي غايب عنك بقاله مدة وانت مشتاق له ونفسك تكلمه، نفسك ان يكون في كلام بينكم، انت مشتاق له باي طريقة، فانت عندك رجوع لحد غايب عنك. كمان خروجك من الطاقة السلبية، في اكتر من موضوع حاليا متفتح قدامك وانت مش عارف تاخد قرار ولا عارف تبدا ازاي في المواضيع دي. اقدر ابشركم كمان باحتفال بخروج حد من حياتك او باحتفال مولود جديد. كمان انت هنا تعبان جدا ومحتاج ترتاح، محتاج تاخد راحتك في النوم، تاخد وضعك، تاخد استقرارك بنفسك. مريت باسوأ ايام حياتك، كانت الامور في تنازل دايما، ما كانش في تحسن، بس بسبب دعوات الست اللي عندك ده ربك هينصرك على من عداك. هنا كمان ربك هيهون عليك كسرة القلب، وهتعدي على خير الصدمة اللي انت واخدها، وربك كبير جدا. انت في طريق سفر او في طريق بداية جديدة، في ريان فتح عندك، فتحة خير بإذن الله. انت دايما بتبذل اقصى مجهود لتوصل للهدف، بس عندك اليومين دول حرفيا خافي مشاعرك، خافي كلامك عن الحب، خافي اوجاعك عن الحب، خافي حاجات كتيرة جدا تخص الحب، وساكت وكاتم، مش عايز تبوح بأي حاجة من ناحية الحب خالص، علشان حصل عندك اكتر من موقف غريب في حياتك، فبيبقى حاسس ان الحب ده انت مش عايزه خالص في حياتك. دايما بتشوف الاسماك، دايما بتشوف حاجات تدل على الرزق في المنام، وده خير برضو ليك. عندك تساقط شعر، عندكم قولون عصبي، وده من العصبيه اللي انتوا فيها، صداع، وجع في الجسم، دايما حاسين بتنغزه في قلبكم، بدوخه بتجيلكم بكده، باسترخاء في الجسم، حاسين بحاجات غريبه جدا، وده بيدل ان انتوا عليكم عيون كبيره جدا من حياتكم. البعض منكم بيحلم بكوابيس، بيحلم بحاجات بيشربها، بيحلم بنمل، بيحلم، يعني كل واحد ليه احلام معينه، بس انتوا وشكم الدبلان والاصفر والسواد اللي تحت العين ده بيدل ان انتوا عندكم وسواس رهيب في حياتكم. الوسواس ده عامل لكم اكتر من حاجه ازياكم، وانتوا عشان كده بتحاولوا تتوازن، يبقى في توازن في حياتكم العاطفيه، بس انتوا عندكم خلاف بينك وما بين الشريك، خلاف بينك وما بين حد الله اعلم، بس في خلاف كبير بينكم وما بين حد. وعشان كده دايما اقول لكم انصحكم بمعنى اصح ان انتوا تكونوا هاديين وتتعاملوا في الحياه بشكل مختلف او بشكل ايجابي. ليه؟ علشان الطاقه السلبيه، انتوا مش محتاجين طاقات سلبيه اصلا، انتوا دايما بتسحبوا الطاقات السلبيه من الناس، فانت عندك انتصار حلو هيغير كذا حاجه في حياتك. وعايز اقول لك كمان ان انت هنا هيجي لك خبر، الخبر ده لو انت ما اتكلمتش عنه، او فرصه او عرض انت ما اتكلمتش عنه، هيكمل على خير. اما لو انت بحت عنه واتكلمت، صدقني مش هيتم، وساعتها الندم، انت اللي هتندم على الموضوع ده. بالك مشغول ودايما بتفكر في حاجات كتير جدا، بتحب تساعد الناس بس ما فيش حد بيساعدك خالص، طول الوقت عصبيه، طول الوقت تفكير 24 ساعه. خلي بالك انت محسود من المقربين اللي عليك، المقربين اللي جنبك، اللي عارفين عنك كل حاجه، قلبك طيب جدا وحساس بطريقه كبيره، وعشان كده بتكشف الناس كلها اللي قدامها، اللي قدامك بتكشفهم على طول، او بتعرف ان الاشخاص دول فعلا كذابين منافقين. يعني ما شاء الله عليك روحانيتك عاليه بشكل كبير جدا. عندك خطوه جديده او خطوه مهمه، الخطوه دي هتعزز من ثقتك بنفسك، وهترفعك لدرجه كبيره جدا. وخلي بالك دايما من التسرع، وان انت تحكم على الشخص اللي في حياتك من غير ما تعرف ظروفه. انت دايما منتظر بحاجات كبيره جدا، منتظر كذا حاجه، فانت هنا فقدت برضه شخص غالي عليك. الشخص ده انت نفسك تسمع صوته، او نفسك تكلمه، نفسك تبوح له عن اللي جواك، بس الشخص ده بعيد عن حياتك. عندك طاقة من الكسل والخمول بتجيلك من وقت للتاني في كذا حاجة، خد بالك دايما، ويعني كن حريص ان انت تحتفظ بحاجتك، وتخلي بقى ان محدش ياخد منك حاجة. عندك خبر، والخبر ده متعلق بمشكلة، او في مشكلة قدامك وانت عايز تحلها بكل الطرق، ففي فرحة من بعد الحزن الطويل اللي انت اخد مدة كبيرة جدا في حياتك، وهيبقى في طاقة جديدة ليك انت هتبقى مبسوط بيها قوي، علشان انت طال انتظارك. مين الشخص اللي عايز يدخل في حياتك بأي طريقة، والشخص ده متعمد ان هو يدخل في حياتك بكل الطرق؟ في حاجة انت برضو شاكك فيها، الحاجة اللي انت شاكك فيها دي قاعد وساكت، وعايز يعني عايز توصل للهدف بأي طريقة بسبب الشك اللي عندك. اكتر من مرة في كلام قال عندكم، اكتر من مرة انتوا بدأتوا تتكلموا بشكل حاجة معين، في مشروع حلو جدا هيفرحكم، او في مصلحه ليكم انتوا هتكون حلوه، في عرض حد هيعرضه عليكم وهتكونوا مبسوطين جدا بالعرض ده. المشروع اللي عندك ده هيكون نجاح، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده هيكون ايجابي ليك. مين الشخص اللي عندك؟ عنده خشونه في الركبه، عنده الم في الظهر، عنده شويه تعب، ان شاء الله باذن الله في الوقت المناسب ربنا هيشفيه وهيبعد عنه اي طاقه هو بيمر بيها.
عندكم حد يعني الحد اللي عندكم ده اذا كانت اخت او اخ، في حد منهم ماشي في طريق مش خير وانتوا ده بتحذروه، او انتوا هتكتشفوا وهتحذروه ومش هيسمع كلامكم ولا هيهتم باللي انتوا بيه، بس انتوا هتعملوا اللي عليكم وهتقولوا احنا فوضنا امرنا لله. في حد كان متعمد يعرفكم علشان مصلحته، علشان خاطر يعني يعرفكم علشان مصلحة ليكم او علشان يسحب منكم فلوس، الله اعلم. ولما عرف ان انتم يعني مش هتدوه حاجة او مش هتديها حاجة، الله اعلم، بعد عنكم بشكل كبير جدا، وانتم قررتوا ان انتم ما تتعاملوش مع الناس دي تاني. لو انتم يعني عايزاكم يعني تعملوا ايه، تعملوا حاجة جديدة في حياتكم، تطلعوا عرضوا نفسكم للطاقات الايجابية، عرضوا لنفسكم لأي حاجة تفرحكم، ابعدوا عن أي طاقة سلبية تتحكم فيكم. الطاقات السلبية لما بتتحكم فيكم انتوا اللي بتتعبوا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. رقم 8 ورقم 7 ده مميزين جدا بالنسبة لكم. الأرقام دي بتجيب لكم الطاقة الإيجابية، بتجيب لكم الفرحة اللي طال انتظارها ليكم. انتوا عندكم أكتر من خبر مستنيين تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة مستنيين تبقى فيه أمور حلوة في حياتكم، بس دايما بتجي لكم حالة وتختفي. يعني ممكن تجي لكم تصحوا الصبح تلاقوا في علامات غريبة في جسمكم، في حاجة غريبة في حياتكم، مش فاهمين إيه اللي بيحصل، بس انتوا في كذا حاجة يعني مصممين عليها ان انتوا تطلعوا. عندكم هنا حماس خارجي، حماس قوي جدا. في مكان كده انتوا ما بتحبوش تزوروه او ما بتحبوش تروح عنده، المكان ده مش عايزين تشوفوه اصلا، مؤثر عليكم بشكل كبير جدا. البعض منكم بيشتكي من سنان، بيشتكي من لسة ملتهبة، بيشتكي كده من شوية اوجاع في جسمه، بس عايز يطلع من اللي هو فيه وعايز يقرر على النجاح في حياته. عندك اموال، الاموال دي قديمة ليك، هيبقى فيها خير ليك انت، ومعنى اصح هيكون في بشرة، والبشرة دي هتكون انت فرحان بيها قوي، وهيكون عندك طاقة ايجابية. عندك شخص بيراقبك، الشخص اللي بيراقبك ده من بعيد، خلي بالك منه، كون حريص ان هو عمال يراقب فيك، عايز يأذيك، عايز يرجع لك، عايز يفتح معاك مواضيع، بس انت ما بقاش ليك نفس حتى لعتاب. يعني انت ممكن تكون عندك عتاب بس انت مش عايز تعاتب حد، لا عايز تتكلم معنى اصح مع حد بسبب اللي انت شفته وبسبب اللي وقع عليك منهم، فقررت ان انت تحتفظ بخصوصياتك وما تتكلمش عن اي حاجة او تبوح باي حاجة. لو في حد عندك زي ما قلت لك من الاخوات، فهو عايز يتفق عليك عشان ياكل حقك، او انت ليك حق بعد كده تتكلم فيه، فمش هيقول لك انت مالكش حاجة والكلام اللي انت دايما بتسمعه. انت هنا واقع في مشكلة، والمشكلة دي بتفكر فيها ازاي تتخلص منها. مشكلتك هتتحل بإذن الله طول ما انت عندك ثقة بالله، فما تقلقش خالص، انت رأسك من فوق مرفوعة دايما، وعشان كده هيكون عندك انفراجة بخصوص ماديات او بخصوص حاجة انت بتمر بيها. وهيبقى فيه مكالمة، بس ليه بتجيلك مازالت النغزة اللي بتجيلك في الصدر دي من وقت للتاني. عايزك تستغل ايامك كلها الفترة اللي جاية لصالحك، عايزك تستغل اي حاجة في حياتك. انت هنا يعني في علاقة حب بينك وما بين حد، في حد بيحبك وانت بتحبه، لكن في طرف تاني انت ما تعرفوش بس دايما حطك في دماغه، عايز يكسر بخاطرك، عايز يأذيك، فانت ما تديش الفرصة لحد، واهتم على قدر ما تستطع بالشريك، وحاول ان انت تضمه لحياتك تاني. في نظام، انت نظام حياتك ده هيتغير بشكل كبير جدا، وزي ما قلت لك انت في حاجات هتتغير عندك للاحسن باذن الله بشكل كبير. ليه؟ علشان انت ناوي تتغير. كمان انت هنا يعني في شخص، يعني ما تخليش شخص كده يأذيك، ما تخليش كرهك لشخص يخليك تكره الدنيا كلها، ده غلط. ساعد نفسك ان انت تخرج من حالة اليأس وتطلع من حالة الظلم علشان تبني حياتك بشكل كبير. اما طول ما انت منتظر، طول ما انت مستني، طول ما انت مش عارفة مش عارف مش عارف، هتلاقي كل اللي حواليك بدأ ان انت تغلط. انت عندك اكتر من حاجة بتديك طاقة ايجابية، عندك اكتر من حاجة بتخليك كده بشكل كبير، بتخليك احسن من حاجات كتير جدا، فلازم تشوف ايه المراحل اللي انت عايز تشتغل عليها وتشتغل. عندك ممكن يكون نقلة لعمل جديد، تغيير في سكن، تغيير في تفكير، لا هتثبت وجودك، هتكافح على قد ما هتكافح بس هتثبت وجودك. ايه الحاجة اللي انت مقصر فيها او في تقصير بينك ما بين نفسك، بينك وما بين حد، في تقصير عندك وانت بتحاول ان انت تستعيد حياتك بشكل كبير جدا. البعض منكم عنده استلام رسالة غريبة، استلام عودة مكان، استلام ناس جديدة، الله اعلم، بس في عندك استلام ورقة، في رجوع
لشخص غايب بقاله مدة كبيرة، ستر ربنا عليك بيكون بركة وبيكون رزق ليك. وعشان كده البعض منكم شغال في عقارات، البعض منكم قلبه هيدق من جديد، البعض منكم هيكون منصور بإذن الله. وطريق السفر اللي هيكون قدامك ده هيكون خير ليك قوي، وهتحاول ان انت تبص لنفسك بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان ربك هو اللي هيكرمك من حيث لا تحتسب. وزي ما قلت لك المفاجأة اللي هتحصل عندك دي هتغير حتى حساباتك بشكل كبير جدا. في عمل هنا هيرفع من شأنك او شهرة، او هيبقى علاقة حب جديدة، الله اعلم. بس في حاجات هتشهرك وفي حاجات هتاخد فيها قرار. البعض منكم داخل في مشروع شاغل باله طول الوقت، بيفكر فيه طول الوقت، يعني حاطط دماغه فيه، عايز ينجح، عايز يعافر، عايز يطلع من اي طاقة سلبية. شوية الارهاق والكسل اللي بيظهروا على ملامحك دول هيكونوا ده من ادق العمل اللي انت عمال تبذله. عندك اوراق تايهة منك، اوراق بتدور عليها، اوراق هتفتكرها هتقوم تدور عليها. في حاجات عندك هتخليك تعود نشاطك مرة تانية وتستعيد مهاراتك وثقتك بنفسك، وهتربح بعض المشاريع، هتربح بعض القضايا، هيبقى في مكسب حلو علشان عندك بداية جديدة ليك. انت بس محتاج الصبر ومحتاج ثقتك بنفسك تزيد. في كمان هنا حد هيتصل بيك، هيرفع عليك التليفون وهيطلب منك حاجة، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجة معينة. مين الشخص اللي من نفس برجك؟ الشخص ده غايب عنك وفي بينك وما بينه لقاء الفترة اللي جاية، وهيبقى في أمور كده، أو هيبقى في حد جديد في حياتك. دقيت على باب والباب ده مازال مغلق، بس هيتفتح في الوقت المناسب، وهتعرف قد إيه إن ربنا كريم عليك. في شوية تقلبات، في شوية مشاحنات، في شوية حاجات مأثرة عليك وعلى قلبك ومخليك كاره أي حاجة تخص الحب. وفي موقف بيتكرر معاك بشكل كبير، وانت عايز تفسر الموقف ده، حلم، إشارة، حاجة معينة بتتكرر معاك أكتر من مرة، وانت عايز تفسر الموضوع ده بأي طريقة، عايز تشوف فيه ايه، عايز ايه اللي بيحصل، يعني بتسأل نفسك أكتر من سؤال. فانت مقرر تشتغل ومقرر تعافر وبترمي ورا ظهرك، وأكتر حاجة بتعملها الفترة دي بتصفي حساباتك مع أصدقاء، مع أحباب، مع ناس كتيرة جدا، وبتحاول تستحلى بالهدوء وبالصبر، وبتحاول ترمي ورا ظهرك اي حاجة خطيرة في حياتك. وفي كمان تجهيز اوراق، ممكن كتب كتاب، ممكن سفر، ممكن شراء، ممكن بيع، الله اعلم. في ورق عندك هتجري فيه الفترة دي، وهيبقى فيه طاقة ايجابية. وعايز اقولك ان في حد هيقولك الف مبروك، الله اعلم الف مبروك عليه، بس على حاجة هتفرحك قوي الفترة دي، او هتبقى ليك طاقة ايجابية ليك انت، علشان انت فعلا مهموم الفترة دي. في خلاف بينك وما بين صديق، او بينك وما بين حد ليك انت. الخلاف ده كان من فترة في الماضي، وهتبدأ صفحة جديدة، وان شاء الله بإذن الله علاقتكم ممكن تعود لو يعني للصلح، وهيبقى فيه خير. دايما الاهل مركزين معاكم جدا الفترة دي، وانت بتحاول انت تتخلص، بس بتيجي لك ضيق وبيجي لك فصلان من كل حاجة. عندك محادثة بينك وما بين حد طويلة، المحادثة دي لازم تتجنبها ولازم تمسحها، وما تقدرش كل شوية تمسك التليفون وتبص عليها. في هنا كمان يعني حد، الحد ده دايما بيدعي لك في الخير، وانت عارفه كويس جدا، عارفه ان هو بيحبك ودايما عايز مصلحتك، بس انت ما بقتش شايف مين بيحبك ومين عايز مصلحتك بسبب اللي انت فيه، او بسبب بمعنى اصح اللي انت مريت بيه. انت مريت بحاجات اكتر، حاجات كتيرة جدا تعبتك، حاجات كتيرة جدا خذلتك، ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل لك كده. فالفترة دي انت زي ما قلت لك مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا. عندك هدية بعد خطوتين، حالتك النفسية هتتحسن لصالحك انت، بعد بفضل ربنا هتطلع من حالة الاكتئاب والخذلان. في حد قريب منك، هتعرف قد ايه هيحصل موقف وهيظهروا لك على حقيقته، وهتعرف قد ايه ان الشخص ده اصلا يعني كان حاجة غلط في حياتك. في هنا بشرة خير، بشرة خير دي هتكون بسبب ورق حكومية او بسبب حاجة جديدة. بس دايما اقولك ان انت تعبان من كل حاجة حواليك، وبالك مشغول طول الوقت جدا وحيران، ومش عارف تاخد قرار زي ما قلت لك، ولا عارف تفكر ازاي، تعبان، مضغوط، حيران، قلبك مكسور. فعشان كده الفترة اللي جاية هيبقى فيه اختبارات ليك انت قوية جدا، ودايما تحصن نفسك من اي حاجة مؤثرة عليك. في توتر في العلاقة بينك وما بين شخص بسبب المال، او بسبب قلة ان هو ما بيتكلمش، او بسبب ان هو ما بيحكيش، ما بيبوحش عن اللي جواه، وانت ما بتحبش كده خالص. انت بتحب الشخص الرومانسي، الشخص العاطفي اللي دايما تكون نيته بيضاء، اللي يتعامل بما يرضي الله. وطول ما انت مش شايف الحاجات دي انت بتسكت وما بتتكلمش وما بتتعاملش اصلا مع الناس دي.
فدايما اقول لكم ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، ودايما في اختلاف عندكم في اكتر من حاجة، فانتوا منتظرين كذا حاجة تحصل عندكم، والانتظار ده هيكون طاقة خير ليكم او طاقة فرحة. بس في كلام انتوا سمعتوه مازال موشوش عليكم، مازال الكلام ده يعني انتوا بتحاولوا يعني بتفكروا في الكلام ده، انتوا في حاجة ازياكم الله اعلم. نيتكم دايما صافية وقلبكم ابيض، ودايما كده بتتعاملوا بما يرضي الله، بس عندك حدوث اشياء جديدة ليك، وحدوث الاشياء دي هتخليك توفي بالندر اللي عليك، وهتخليك تحسبها بالورقة والقلم بشكل كبير جدا. ليه؟ علشان انت مش هتكون زي الاول خالص. وزي ما قلت لك حالتك النفسية هتتحسن جدا. انت حصل عندك فشل في علاقة اكتر من مرة، فشل في موضوع اكتر من مرة، في حاجة عندك حصل فيها فشل اكتر من مرة الفترة دي، فانت مش عارف تعمل ايه ولا حتى تبدأ ازاي. عندك بشرى بخصوص حاجة سريعة هتحصل لك، وهيبقى عندك ربك كريم جدا. والقلق والتوتر والحيرة اللي عندك والتفكير اللي طول الوقت ده والحسد الشديد هتطلع منه وهترميه ورا ظهرك، وان شاء الله بإذن الله مش هتعود له تاني. ليه؟ علشان انت ما بقتش ناقص، انت اللي فيك مكفيك، بس مشكلتك ان انت محدش حاسس بيك خالص. والخلاف اللي بينك وبين حد ده انت ما تحكمش على حد غير لما تعرف فعلا ان هو بيكرهك، او تعرف فعلا ان هو شخص مش حبيب لك الخير. هتعود علاقاتك، هتعود حياتك بشكل كبير، هتتخلص من اي طاقة سلبية، وفي خلال حبة وقت هيبقى في مكالمة هتفرحك، وهتعود برضو الثقة بالنفس من جديد، وهتحسن وهتعزز نفسك بنفسك، محدش هيقف معاك، انت هتعود ضحكتك على نفسك، هتشتري زي ما قلت لك الحاجة اللي انت بتحبها، والحاجة اللي هي هتفرحك مش هتفرح الاخرين. انت مبقتش عايز حاجة من حد، ولا بقيت مستني حاجة من حد، وعشان كده انت الفترة دي هتخلف مع ناس كتيرة جدا، وهتبعدهم عن حياتك. وزي ما قلت لك هتعالج الحسد الشديد اللي عندك، انت من وقت للتاني عندك نسيان رهيب جدا، بتنسى، وضيق في التنفس، وقلة ارهاق، يعني ارهاق كده، واحيانا بيجي لك الم في شكل بحاجات كتيره جدا. دايما مميز بالجمال، مميز بالطاقه الايجابيه، مميز بالاخبار الحلوه كده، بتدخل المكان بتثبت وجودك بشكل كبير جدا، وعشان كده بيغيروا منك وحاقدين عليك وكارهين لك الخير، وكارهين لك ان انت تكون فيك طاقه، فيك حاجه، فيك اي حاجه، كارهين لك الخير الايجابيه. وعشان كده انت بتقول يا رب انا محتاج لك، لازم تقف معايا ولازم تساعدني في كل حاجه. ايدك مرفوعه لفوق بشكل كبير جدا، رافعها كده وبتقول يا رب انا محتاج لك، فيا ريت تقف جنبي، انا ماليش حد غيرك. ودلوقتي بقى نشوف القراءة رقم 2، وخلصنا كده مجموعة رقم 1 أصحاب الشمعة الحمراء، وأصحاب المجموعة رقم 1 من أول حرف الألف زي ما قلنا. هنختار بقى المجموعة رقم 2، ونشوف المجموعة رقم 2 اللي هي من أول حرف الطاء، صحاب الشمعة الزرقاء. انتوا ممكن تختاروا الشمعة الزرقاء وبلاش أول حرف من اسمكم، شوفوا أنهي قراءة اللي تنطبق عليكم أكتر. هنقول بسم الله دلوقتي ونشوف الصورة، أهم حاجة التحدي ما بين القراءتين، ونقول بسم الله. طيب انتوا ظهرت لكم صورة ايه؟ صورة ابراهيم. صورة ابراهيم دي بتدل على الخير وبتدل على الرزق. طبعا ما تنسوش ان التصوير بالكاميرا الامامية، فالصورة بتدي معاكم العكس. ونقول بسم الله. اولا انتوا اصحاب المجموعة رقم 2 مميزين جدا بالاخلاق، مميزين جدا بكشف الحقيقة، مميزين جدا ان انتوا يبقى يعني طاقتكم دايما، روحانياتكم عالية جدا. الفترة دي بقى اول حاجة كده عندكم بإذن الله، الفترة دي فترة خير، فترة تغيير، فترة نقلة جديدة، فترة مرحلة لحاجات كتيرة في حياتكم. انتوا اصحاب ناس مميزة، او انتوا مميزين جدا لان انتوا توصلوا للهدف، مميزين جدا لتوصلوا للحلم بتاعكم. عندكم امل، والامل ده بيحيي فيكم حاجات كتيرة جدا. عندكم تغيير قرية، تغيير مكان، تغيير سكن، لكن انتوا حاليا داخلين في دوامة وفي حيرة من امركم. صابتكم عين، والعين المتصابين بيها دي من الناس المقربة ليكم، المقربين ليكم بالنسبة لكم اعداء. في عتاب عندكم مع حد، العتاب ده هيبقى كبير وهيبقى قاعدة كبيرة، وبعد كده انتوا هتاخدوا حقكم بشكل كبير جدا، لان انتوا عندكم وجع قلب وكسرة قلب الفترة دي، بتعانوا منها بقالكم مدة، قلبكم موجوع مجروح في حاجات مش عارفين تفسروها حاليا. انتوا ماشيين في طريق خير، وطريق الخير اللي انتوا ماشيين فيه ده هيكون طاقة جديدة.
انتوا حاسين ان انتوا عندكم سحر، مسحورين بالفعل، انتوا عندكم حد ساحر لكم، والحد ده موجود في ارض بيتكم، اللي هو مش لازم يكون في ارض البيت، بس هو انتوا متشافين مع بعض على طول. الفتره دي هتنسوا كل الالم وكل الحزن، وهتبداوا تعملوا حاجات جديده، لان الايام اللي جايه هتكون افضل بالنسبه لكم. انتوا عايزين استقرار باي طريقه، لان الفتره دي مفيش استقرار عندكم، في شويه تعب، نجمكم خفيف جدا، طموحاتكم عاليه، ودايما صادقين في مشاعركم وفي كلامكم وفي كل حاجة بتعملوها، لكن في حد آكل حقكم، في حد ظالمكم، في حد بيخليكم دايما تعانوا في حاجات كتيرة جدا. بتحصل دايما معاكم بعض المشاكل، في دايما في حاجات، في أمور، في شوية عراقيل، فلازم بقدر المستطاع تخلوا بالكم من الناس اللي بتاكل حقكم واللي بيظلم فيكم على كل الطرق. بقالكم سنة بتعانوا، بقالكم سنة في حيرة، بقالكم سنة خايفين جدا من الأيام اللي انتوا فيها دي، لأنه شايفين حاجات كتيرة جدا عمالة تحصل عندكم ومش عارفين تفسروها. القلب مجروح ومازال بينزف، في حد دايما بيحب يستهزئ منكم، بيحب دايما يخليكم قليلين قدام الآخرين، وبسبب كده انتوا اصبحتوا عصبيين جدا، واصبحتوا ان انتوا بتتردوا على طول كل حاجه، لان حاسين ان حقكم حد بياخده، او اموركم امور عندكم ما بتكملش. في مكالمه او في خبر او في حاجه انتوا منتظرينها مستنيينها، في الناس اللي حوامل وبتفكر في ذكر او انثى، وان شاء الله باذن الله هيكون ذكر، وربنا هيحفظكم من عند ربنا، والرساله اللي هتجي لكم دي هتكون بشره ان انتوا تطلعوا من السكه اللي انتوا ماشيين فيها، اذا كانت عذاب او اذا كانت الم او اذا كانت حزن، لان طموحاتكم عماله تزيد عندكم، اموركم عماله تبقى فيها طاقات جديده. كمان الايام اللي جايه بسم الله ما شاء الله عليكم هتكون من احسن الايام عندكم، هتكون افضل ايام عندكم، هتكون تجديد لحاجات جديده عندكم، طاقه هتكون فيها امور مستجده. انا الفتره دي حرفيا عايزاكم على قد ما تقدروا تهتموا بكل حاجه عندكم، تهتموا بصحتكم، وتهتموا بلبسكم وبشياكتكم، لان الصحه عندكم تعبانه، عمالين تبذلوا مجهود والصحه بتاعتكم في النازل. لا، انتوا لازم بقى تهتموا بصحتكم قوي الفتره دي، وتقفوا على ارض صلبه بقدر المستطاع، لان انتوا عندكم نجاح وعندكم شمعه هتنور طريقكم الفتره دي. كمان البعض منكم بسم الله ما شاء الله هيبقى فيه خير، والخير ده هيبقى يعني الخير ده هيكون كبير، وهتقعدوا في قعده وهتقولوا الحق، او هتشهدوا شهاده عن حق، والحد ده هيكون كويس جدا، وبعد كده انتوا هتحاولوا تعملوا مواد كلام كتير. في حد كمان عايز يجي لكم، عايز يطلب منكم السماح، او عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم مواضيع، لكن انتوا مش هتدوه فرصه تاني، او مش هتفتحوا معاه اي موضوع، لو هترفضوا الموضوع على طول علشان هتحسوا ان الشخص ده كذاب، هتحسوا ان هو منافق، وان هو كان سبب رئيسي في الخداع وكان في الظلم اللي انتوا فيه حاليا. بلاش تزعلوا حد منكم بيحبكم، لان انت العصبيه بتاعتكم ممكن تزعلوا ناس منكم انتوا بتحبوها او هم بيحبكم، فياريت تخلوا بالكم. انتوا حاسين ان انتوا في صراع، حاسين انتوا فاقدين الامل بسبب اللي انتوا شفتوه من الناس، شفتوه من الحياه. لا، لازم تهدوا وتهدوا اعصابكم، وما تقفلوش على نفسكم باب، وما تفضلوش طول الوقت تكتموا، طول الوقت زعلانين، طول الوقت في حزن. حاولوا تهدوا وما تخلوش اي حاجه تاخد الطاقه بتاعتكم، لان انتم مضغوطين ضغط مش لطيف، فخدوا بالكم وانتبهوا بقدر المستطاع على صحتكم، لان صحتكم زي ما قلت في النازل، او انتم قلقانين على صحه حد تعبان عندكم، فلازم تخلوا بالكم، علشان الفترة دي هي فترة طاقات مستجدة، فترة راحة من بعد الظلم اللي انتوا بتعانوا منه، او من بعد الامور. خلي بالكم ان انتوا عندكم مشروع ناجح، اوعوا تضيعوه، او اوعوا بسبب المواضيع اللي عندكم والحزن تأثر على الموضوع اللي هيناجح هيكون في حياتكم. نقول ان الفترة دي هي فترتك، فترة خروجك من حالة الكركبة، من حالة اليأس اللي انت بتمر بيها. انت عندك مشكلة واقفة قدامك بتحاول تحلها بقدر المستطاع، بس الفترة دي انت ما عندكش تواصل مع حد، طول الوقت تليفونك مقفول، صامت، مش عايز تتكلم، عندك طاقة حزن رهيبة، والحزن ده مأثر عليكم، مأثر على حملكم، مأثر على ظهركم، مأثر حتى على شكلكم، فلازم تطلعوا من التوتر والحيرة اللي عندكم. ربنا هنا شايل لكم حاجة كبيرة جدا، هتكون كلها خير،
بس انت في وضع عصبي، في وضع في اختلافات بينك وما بين الشريك، او في اشخاص متعمدة ان هي تأذي فيك، بس بكرم ربنا عليك هيبقى في تنجية من الكارثة اللي محطوطة على كتفك او من المواجهة اللي انت موجودة. عندك هنا انتصار على بعض الاشخاص ورجوع حق، عندك مبلغ من المال هيجي لك، المبلغ بالمال ده هيكون حلو جدا. بلاش التسرع وبلاش الطاقة اللي انت بتمر بيها، انت بقيت عصبي، عصبي قوي لدرجة ان صوتك بقى عالي، حاجات بدأت يبقى مختلفة. في نفس الوقت ان انتوا عندكم ترقية حلوة جدا، وهيبقى في تحسن في حالكم عندكم، يعني انتوا منكم يكون بالكم مشغول بالرزق، الرزق هيكون عندك حلو، وعندكم حمل الفترة دي جدا، من اكتر الفترات اللي هيكون فيها حمل. عندكم جلسة، والجلسة دي هتكون لصالحكم انتوا، في عقد، في بصمة، في توقيع عندك لحياتكم، وهيبقى ليكم انتوا راحة حلوة اوي الفترة دي. انتوا هنا ما بتحبوش تأذوا حد خالص، ما بتحبوش ان انتوا تتكلموا على حد، بس انتوا قررتوا ان انتوا تاخدوا قرار حاسم، والقرار ده هيكون كبير جدا ليكم، او هيبقى ليكم تغيرات ليكم اكتر من حاجة. الوضع اللي انتوا فيه ده هيتحسن بإذن الله، وهيبقى فيه فرحة او اكتر من فرحة. بس في مشكلة من ستات بيتكلموا عليكم، في ستات كتير عمالة تتكلم، وعشان كده باين اول ارهاق على وشكم، باين الارهاق قوي على شكلكم، عندكم موضوع من مسبب لكم الأذى. كمان الفترة دي انت رقم 10 مميز عندك، ودايما بتكون بتحب تطلع من الـ10 الأوائل، وعشان كده هتاخد في 10 أيام كده هتاخد فيهم قرار حاسم، وهتاخد فيهم موضوع مهم. في حد دايما بيحاول يعاتبك، بيحاول يجيب اللوم واللوم عليك، بيحاول دايما كل حاجة يحطها عليك، رغم ان انت مالكش اي ذنب خالص في اي حاجة. في تواصل بينك وما بين حد مش هتكون تعرفه، او مش هيكون عندك علاقة بيه، وهيبقى في تواصل وهيبقى في كلام بينكم. عندكم فرحة بتتحضر لكم، والفرحة دي هتكون طاقة ليكم خير. كمان في عرض شغل او عرض وظيفة او عرض حاجة جديدة، الله اعلم. دايما اقول لكم خلوا بالكم من نفسكم، وما تضيعوش اي حاجة من في وشكم او من حياتكم. انتوا الفترة دي قافلين الباب على نفسكم، مش عايزين تتكلموا، مش عايزين تتعاملوا، مش عايزين تفتحوا اي حاجة في اي حاجة من سبب اللي انتوا فيه ده. عندكم صلح ليكم، وعندكم فرصة جديدة لسفر، فرصة جديدة لحاجة معينة في حياتكم. عندكم حاجة هيبقى فيها قدر ربنا ليك، وهيبقى فيه احتمال كبير جدا فيها طاقة ايجابية. دايما اقول لكم ان انتوا هتكونوا في قمة الازدهار، وعشان كده اقدر ابشركم ان انتوا هتمسكوا يعني منصب حلو، حاجة جديدة، هتكونوا دايما في قمة الازدهار والعليا. انتوا دايما واثقين في نفسكم، بس في واحدة ست متعمدة ان هي تدخلكم او تحطكم في مواقف تزعلكم، في موقف يأذيكم، الله اعلم. عشان كده دايما اقول خلوا بالكم من الستات اللي حواليكم. الست دي تخينه، الست دي بتحب تهتم بنفسها جدا، خلوا بالكم منها، من وراها الست دي هتوقعكم في اذى، بس بفضل ربنا هينجيك من الشياطين اللي ممكن تقع فيها. عندك هنا كمان حاجه جديده هتحصل من بعد الزعل اللي بينك وما بين حد، الامور عندكم هتبدا تتظبط بشكل كبير جدا. اقدر ابشركم بخاتم خطوبه، الخاتم الخطوبه ده ممكن يكون جواز، ارتباط، ممكن يكون يعني مش لازم خطب ولا جواز، ممكن يكون رجوع للمنفصلين، الله اعلم. ممكن يكون في طاقه جديده، حاجه مختلفه هتحصل لكم، كذا حاجة هتجددوا منها، هيبقى في طاقة تانية مختلفة بشكل كبير جدا. انتوا متعرضين للأذى، وكمان يعني بتتعرضوا للأذى بسبب الستات. عندكم هنا طاقة انتظار، طاقة الانتظار دي هيبقى فيها أمر مجدي بعديها، وهيبقى في طاقة حلوة تانية. عندكم هم كبير شايلينه على كتفكم، الهم ده أو في مشروع عندكم مضايقكم، عامل لكم أي عراقيل، فانتوا هنا في طاقة إيجابية وفي دعم. دايما كانت في نفور بينكم وبين الشريك بسبب سحر التفرية اللي كان معمل لكم. انتوا ماشيين بدماغكم، ما بتحبوش حد يمشي عليكم حاجة او تنفذوا حد يقول لكم على حاجة، انتوا بتسمعوش كلام حد، دايما بتحبوا تعملوا كل حاجة انتوا عايزينها. عندكم هنا خروج طرف ثالث من حياتكم، هيمشي بره خالص خلاص هيبقى فيه الكلام. عندكم حرف الميم، حرف السين، حرف الالف، حرف الا، حرف التاء موجودين في حياتك، بينك وما بينهم كلام او اسماء، الاسماء دول انت ما بتحبهمش او مش عايز تتواجه معاهم في اي حاجه. كمان انتوا الفتره دي داخلين في عزله بشكل كبير جدا، داخلين في طاقه سلبيه، صحتكم تعبانه الفتره دي بشكل كبير جدا، صحتكم متعرضه دايما للاذى، دايما متعرضين لكسره القلب، دايما في شويه ضغوط نفسيه. في ارض بيتك مش مرتاح، في ارض بيتك حاسس انه في خناق، في ظلم، في كسره قلب،
في كذا حاجه عامله لكم طاقه سلبيه في ارض البيت عندكم هنا. يعني انتوا قاعدين الفتره دي مع نفسكم، ومن ورا ان انتوا قاعدين مع نفسكم داخلين في عزله، انتوا ما بقيتوش تحبوا حتى النور يكون مولع، ما بتحبوش اي حاجه حواليكم، عايزين تقعدوا لوحدكم. بس في فرحه باذن الله، الفرحه دي هتطلعكم من اي حاجه، وهيبقى في رزق حلو او في فلوس جايه لكم. انتوا ممكن يكون معمول لكم زي ما قلت لكم سحر تفريق، والسحر التفريق ده هو المتعمد يزيكم، بس انتوا ان شاء الله عشان هتكونوا في قمه الازدهار ربكم هيكرمكم من حيث لا تحتسب. بس شويه الضغوط دي مأثره على حياتكم، حصل عندكم اهانه، الاهانه دي زعلتكم جدا وما توقعتوش ان يكون ده الرد او يكون ده الحاجه دي. في حد عندكم هنا عايز يرجع لكم الفتره دي، او عايز يكلمكم، او عايز يفتحكم في حاجات الله اعلم. في مشاعر قويه جدا بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد، مشاعر قويه جدا هتاخدوا فيها قرار حاسم، وهتاخدوا فيها موضوع كمان. انتوا هنا في فرحه بتتحضر لكم، الفرحه دي هتكون برده جميله وممكن تخص اولاد. خدوا بالكم ان انتوا هنا في ناس بتأذي فيكم، ووضحوا حياتكم شويه. عندكم شويه بتشتكوا من ظهركم، بتشتكوا من جسمكم بشكل كبير جدا، كذا حاجه بمعنى اصح بتشتكوا فيها، يعني مأذيين جدا من ضغوط، من كسرة قلب، من شوية عراقيل. العراقيل دي ممكن تكون عقبة ست، عقبة حد، عقبة من حد من اللي حواليكم. دايما متعمد ان هو يتكلم عليكم بالشكل اللي انتوا مش حابينه، مش الشكل اللي انتوا حابينه. يعني في ناس بتحب تجيب في سيرتكم رغم ان انتوا كنتوا كويسين، يعني انتوا كويسين جدا معاهم وطيبين بشكل كبير جدا، ودايما في كده في قمة ازدهار بينكم، في طاقة كده ايجابية بتحبوا توزعوها جدا للناس. بس هنا في ذكرى من الماضي، الذكرى دي مأثره عليكم قوي قوي وما زالت، بس بتربطكم بيها حاجه قويه جدا. ممكن تكونوا كان في علاقه بتربطكم بحد وحصل فيها انفصال، في ضغوط وحصل فيه ضغط نفسي الله اعلم، بس كان في حاجات مأثره عليكم بشكل كبير جدا وخلتكم تعانوا اشد المعاناه. فانتوا قررتوا ان انتوا تتعاملوا بشكل مختلف، وتتعاملوا بمعنى اصح بشده مختلفة او بطاقة مختلفة. فدايما كونوا حراسيين مع التعامل مع اي حد او مع اي طاقة تتوزع عليكم في شكل اذى او في شكل حاجة تأذي فيكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم هيكون منور، ومن خلال وشكم هيكون منور هيكون نجمكم عالي في السماء. ومعنى ان نجمكم عالي معنى ان انتوا هتدخلوا في حاجة هتربحوها جدا، وهيبقى فيه ربح او هيبقى فيه ازدهار ليكم وثقة بالنفس الفترة اللي جاية. كمان انتوا شايلين هم او شايلين مسؤولية او شايلين حمل، شايلين حاجة كبيرة عليكم او على كتفكم الله اعلم، بس انتوا شايلين حمل كبير جدا، فلازم بقدر المستطاع تكسروا الحمل اللي عليكم ده، وتبصوا للحياة بالشكل المختلف اللي انتوا عايزينه مش اللي هم عايزينه، علشان دايما طاقتكم فيها طاقات ايجابيه وفي اخبار حلوه متعلقه بيكم انتوا شخصيا. كمان هنا اقدر اقول لكم ان انتوا هتفرحوا جدا الفتره اللي جايه، فرح يتعجب له اهل السماء والارض، والفرحه دي هتكون ربنا هو اللي هيكرمكم بيها، علشان انتوا عشتوا فتره من الظلم، عشتوا فتره من الياس، عشتوا فتره من دايما كنتوا بتحاولوا تتعاملوا مع الناس على مصلحتكم، على مصلحتهم هم، يعني كنتوا بتيجوا على مصلحتكم علشان ترضوا اللي حواليكم، كنتوا بتيجوا على نفسكم عشان ترضوا اللي معاكم، عملتوا حاجات كتيره جدا قللت من شأنكم، ومحدش يعني تمر في اللي انتوا عملتوه، تمر في المعامله، تمر في الجميل، تمر في الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها، محدش خالص تمر فيه. فعشان كده قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع الاشخاص دي، وتكتموا وتداروا وتبصوا للحياه بالشكل المختلف اللي انتوا عايزينه. الطاقه الايجابيه عندكم هتكون مفتوحه الفتره اللي جايه، وهيبقى فيها ازدهار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندكم دايره مقفوله، والدايره دي هتبقى خروجها، الخروج منها هيكون فرحه، بس انتم مقيدين في علاقه ومش مرتاحين، وعايزين تنفصلوا او عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا من اللي انتم فيه باي طريقه. عندكم خبر متعلق بيكم انتم، الخبر ده هيكون فرحه ليكم كبيره جدا، وهيبقى فيه انفراجه، او هتسمعوا خبر بخصوص الموضوع اللي جوه قلبكم او بالحاجه اللي عامله لكم اذى. النار اللي جواكم هتنطفي بشكل كبير جدا، وهيبقى جواكم كده طاقه حلوه جدا وانتصار على جميع الاشخاص اللي كانوا متعمدين يكسروا بخاطركم ويأذوا فيكم وياكلوا في يعني اكلوا في مالكم. هنا كمان اقدر اقول لكم ان في انفراجه ماليه من بعد الضيق، هتبقى انفراجه قويه جدا، وهيبقى في طاقه ثانيه مختلفه. انتوا دايما بتحاولوا تحققوا النجاح اللي عندكم، ففي هنا رزق، الرزق ده انتوا ما كنتوش تتوقعوه. ممكن يكون لقاء مع حبيب، لقاء مع حد ليه سلطه،
الله اعلم. انت اتكسر قلبكم اكتر من مره وحصل خصام، وزي ما قلت لكم حصل نفور، بس هيحصل صلح الايام اللي جايه. البعض منكم مطعون بطعنه كبيره جدا او بسكينه، مش قادر ينسى الجرح ولا ينسى الطعنه اللي هو اخدها من اقرب الناس ليكم. اتظلموا، ظلموكم واكلوا حقكم، وكمان اتكلموا عليكم بالسوء. عندكم هنا بقى ممكن البعض منكم يكون عنده اطفال بيشتكوا دايما، في اطفال عندكم دايما بتشتكي دايما في دكاتره رغم صغر سنهم. اذا انتوا دايما بتحذروا من اي عراقيل، بتحذروا من اي حاجه فيها طاقه سلبيه، وعندكم تبشرات حلوه جدا، هبشركم بالخير وهيبقى طاقه ايجابيه جدا ليكم في تغيير عربيه، تغيير بيت، تغيير تليفون، تغيير حاجه في الارض البيت، ممكن تغيروا حتى لون الشقه الله اعلم، بس انتوا هتجددوا وهتغيروا حاجات اكتر من حاجه في حياتكم. في حد هيدخل على حياتكم الفتره دي وهيبقى في طاقه ايجابيه، ربنا هينقذكم من الخذلان اللي انتوا واقعين فيه. بس دايما اقول لكم احتفظوا بالاشخاص اللي حواليكم، انتوا دايما بتدوروا على الاحتواء، بتدوروا على الحب، بتدوروا على الحنان، بتدوروا على اللي يحتويكم صح وعلى اللي يطبطب عليكم، عشان كده ربنا كريم عليكم وهيبشركم من حيث لا تحتسب في الوقت المناسب. بس ارموا ورا ظهركم اي طاقه سلبيه او اي غدر واقع عليكم من اي حد. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نور من بعد الضلمه اللي انتوا بتمروا بيها، وعندكم طاقه جديده او فرحه جديده في حياتكم. قله النوم هنا اصبحت واضحه جدا على حياتكم، فعندكم اكتر من حاجه هتغير تفكيركم، وهيبقى في انتصار ليكم انتوا. في حد شايل لكم انتصار، في حد شايل لكم طاقه ايجابيه، الله اعلم هيبقى في كذا حاجه مختلفة على جميع الأسرات عندكم. كمان في هنا البعض منكم هياخد قرار حاسم، القرار الحاسم ده هيكون ليكم دفعة ليكم انتوا، وممكن كمان العرض ده يكون عرض سفر في تغيير حال للأفضل، الحال ده هيبقى خير ليكم انتوا، علشان انتوا بكل تفكيركم بالكم مشغول جدا بالرزق، بالكم مشغول جدا الفترة دي. اللي جاي هيبقى في توازن، ربكم هينصركم في الوقت المناسب، ما تقلقوش خالص. البعض منكم شغال أكتر من شغلانة علشان يسد الديون اللي عليه، انتوا عندكم موعد من السعاده بفضل ربنا الفتره اللي جايه. بس انتوا في حد هنا مش مسامحينه خالص، هو كان سبب كميه الوجع اللي انتوا فيها دي، ومش قادرين حتى يعني تفكروا في السماح ليه. ليه؟ علشان خاطر فعلا عرف ياذيكم، عرف فعلا يكسر قلبكم، فانتوا قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش باي حاجه. مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عاليه جدا، والحاجه اللي بتحسوها بتحصل على طول من غير اي تردد ولا غير اي تفكير، بس من وقت للتاني بتحسوا بتشعروا او بتحسوا كده احساس انه انتوا حاسين بطاقة الحزن وحاسين بالوحدة، رغم ان في ناس حواليكم مش عايزين حتى بتوش تدوروا على حد او تتكلموا مع حد، وطول الوقت يعني مستلزمين بالسكوت وبالصمت، وده عامل لكم انتوا ضغوط او عامل لكم انتوا حاجات كتير. جميع الناس عندكم يعني عندكم رغبة، يعني بعض منكم عندوش رغبة في الاكل، البعض منكم عنده غضب في حاجات كتيرة جدا، بس انتوا رغم ان انتوا بتحبوا الاكل جدا بس ما بقاش ليكم رغبة زي الاول، ولو بصيتوا هتلاقي بشرتكم بدأت تدبل، فلازم تطلعوا من اللي انتوا فيه ده. دايما مشاعركم قوية جدا، ما تعرفوش الضحك ولا النفاق، بس دايما حظكم قليل في الحياة العاطفية، الحظ عندكم حاسين ان هو في حاجة غلط. في باب كان مقفول في وشكم، الباب ده هيتفتح قدامكم وهيبقى فضل من عند ربنا. انتوا طول ما انتوا بتقولوا احنا منتظرين، ما فيش حاجة بتكمل من الطاقات الانتظار اللي انتوا مستنينها، بسبب ان انتوا يعني بتمروا بظروف صعبة او بمعنى اصح ظروف قاسية، فان شاء الله ربنا هييسر امركم الفترة اللي جاية، وهتلاقي فيه كذا حاجة هتفرحكم. انتوا بتكرهوا النفاق والكذب والخيانة، وبتكرهوا حاجات كتيرة جدا، ودايما صريحين جدا بكل اللي جواكم، وصريحين جدا بمشاعركم حتى في اي حاجة، فعشان كده دايما بيبقى فيه وجع، بيبقى فيه دموع جوه عيونكم، بيبقى فيه ضغوط عندكم مأثرة عليكم بشكل كبير جدا، فحان الوقت ان انتوا تفرحوا، حان الوقت ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه وتيسروا اموركم بخصوص الحياة بتاعتكم. عندك هنا شوية ضغط، انتوا ضاغطين على نفسكم في كذا حاجة، في شخص هنا، شخص بيحبكم جدا، الشخص ده انتوا فاقدينه بكل الطرق، فاقدين يعني فاقدينه في كذا حاجة، فان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمك او هيعوضك من حيث لا تحتسب. كمان هنا عندك انفراجات حلوة جدا بعد الضيق والخنقة اللي عندك، ومن بعد الطاقات السلبية اللي انت بتمر بيها، او من بعد حالة اليأس اللي انت فيها حاليا. كمان اقدر اقول لك ان انت عندك جواك قلق وخوف من حاجات كتيرة جدا، في يعني كذا حاجة ممكن تكون خايف منها، كذا حاجة عاملة لك توتر الله اعلم، والخوف ده مخليك انت شخص ساكت طول الوقت زي ما قلت لك، وما بقاش عايز حتى تفتح اي حاجة مع حد. فانت هنا في مشكلة عندك هتحلها في الوقت المناسب، معظم وقتك انت دايما بتقضيه في قعدة البيت، معظم وقتك انت ماسك تليفونك بس التليفون دايما صامت، ما بقتش تحب الكلام الكتير، ما بتحبش حتى تفتح الواتساب، ما بتحبش تفتح الماسنجر، ما بتحبش تفتح التواصل الاجتماعي بسبب الأذى.
انت يعني بتحاول تطلع تقعد على البحر شويه، تحاول تعمل كوبايه القهوه، تعمل الشاي بتاعك، تعمل الحاجه اللي انت بتحبها وبتخليك كده عندك طاقه ايجابيه. كمان الفتره دي انت مهما يحصل عندك كلام او مهما يحصل عندك اذى، ما بقتش تعاتب زي الاول، ما بقتش حتى تفتح بقك باي كلمه زي الاول. الوضع فعلا حرفيا اتغير عندك 180 درجه، ما بقتش زي في حاجات كتيره جدا بدات تتغير عندك. بس دايما اقول لك احذر من اليوم اللي هتلاقي فيه ارهاق جامد، وهتلاقي نفسك ان انت عصبي على جميع الاصعد. فدايما اقول لك هدي بالك، عندك بعض الضغوط، بعض الضغوط دي انت دايما بتعتمد على الصبر وعلى الحكمه اللي في حياتك. عايزاك دايما برضو تحذر من الخلافات المهنيه اللي بينك وما بين حد. من وقت للتاني بتحس بالغربه، بتحس ان انت لوحدك وما فيش حد جنبك. عاطفيا انت في شويه يعني كلام مع الحبيب عايز تقولهم له علشان تطلع من اي طاقه انت بتمر بيها. في هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هيبقى في تعزيز نفسك في قلب بيتك، هتبقى في تعزيز كده، وهتعزز علاقاتك مع الاشخاص اللي في حياتك، وهيبقى في عندك طموحات عاليه، طموحاتك هتكون عاليه جدا وهتتغير للافضل باذن الله. وهيبقى انت كده ناوي على طريق خير، علشان طول ما طموحاتك عاليه طول ما انت هيبقى في عندك انجازات كبيره. بس دايما اقول لك بلاش تستعجل بكل حاجه، خد اليومين بتاعوتك في الوقت المناسب، احصل على اللي انت عايزه برضو في الوقت المناسب، ابعد عن اي ضغط نفسي او ضغط سلبي برضو عامل لك اذى، عامل لك ظلم، اي حاجه بتحاول ان هي تاخد من الطاقه بتاعتك او تاخد منك انت كشخصيا، ابعد عنها من غير ما تتردد ولا تفكر. ليه؟ علشان الاذى لما بيجي لك انت بحالتك النفسيه بتتعب، بتحس ان انت فعلا حظك قليل. وده اصلا خطا جدا ان انت طول الوقت تحس ان انت حظك قليل. ليه؟ علشان انت بتيأس، وطول ما دخلت عندك طاقه اليأس صعب جدا تخرج. فانت ربنا هينجيك من اي حاجة. ولما ربنا ينجيك ما تزعلش، انت داخل على ايام حلوة، داخل على سعادة. فبلاش ان انت طول الوقت تفضل منتظر، تفضل مش عارف، تفضل عايز. لا، الكلام ده كله اكبر غلط ليك انت. انت بينك وما بين ربنا طريق مفتوح، والطريق المفتوح ده اللي انت لازم تستغله. وحافظ دايما على المعاملة اللي بينك وما بين حد، ودايما عامل الاشخاص اللي قدامك بالعقل، اوعى تعامل حد بالقلب، علشان دايما القلب المتعرض دايما يوقعك في مشاكل. عندك مبلغ من المال جاي لك، والمبلغ ده هيطلعك من محنة وهيرميك لسابع محنة تانية خالص. هيدي كده طاقه حلوه جدا، رجوع للمنفصلين بشكل كبير جدا، او هيبقى في كلام يخص الشريك الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لكم هيكون في زياده في المال من حيث لا تحتسب من عند ربنا، والسر اللي هينكشف قدامكم ده هيكون من صالحكم انتوا بس. انتوا من خلال السر ده هتاخدوا قرار حاسم، وقرار فيه حاجتين بس هتلاحظوهم انتوا بنفسكم، وهتلاقوا نفسكم بقيتوا اشخاص مختلفه، اشخاص كده اوضح الطاقه الثانيه عندكم. في هنا كمان يعني انتوا حد هيطمنكم ان انتوا هتاخدوا حقكم، والشخص اللي كان بيلف ويدور حواليكم وهو اللي ظلمكم ده هيجي لكم في يوم طبعا، وهيبقى عايز يطلب السماح، وانتوا هتكونوا يعني هتبقوا عارفين. كمان انتوا هنا عارفين يعني ايه وسواس. الوسواس ده هو اللي بيسلطكم على كل حاجه، وعشان كده واخدين الحياه كلها بحساسيه زايده عن اللزوم، وده اكبر غلط. يا ريت ان انتوا تعيشوا الحياه بسهوله. عندكم حد كده بيحاول ان هو يوزع عليكم طاقات انتوا مش حابينها، او بمعنى صح انتوا مش حابين تتكلموا معاه، او ولا حتى تفتحوا معاه اي موضوع. بتحس ان الشخص ده كده في حاجه غريبه، في حاجه غلط، انتوا مش مطمنين له ولا مرتاحين له. وطول ما انتوا مش مطمنين لحد، وبمعنى صح مش مرتاحين لحد، يلا السلام، ما بتصدقوش ولا حتى بتدوا كلامه اي اهتمام. كمان في غلطه انتوا عملتوها في حياتكم، الغلطه دي مازال انتوا بتدفعوا ثمنها لحد الان. الغلطه دي ولا اتنست ولا حتى راحت من كتاب حياتكم، مازال بتدفعوها، بتدفعوا غلطتها، ومازال بتدفعوا يعني مكان الحاجه دي. انتوا زعلتوا على حد انه سافر بعيد عنكم، او مستنيين حد يرجع لكم الله اعلم، بس انتوا زعلانين حاليا على حد في غربه. الحد ده في اقرباته باذن الله هيرجع لكم، وهيبقى في طاقه ايجابيه، وهيبقى في كده اخبار حلوه وهتريحكم. انتوا مستنيين بس رساله، والرساله دي ان شاء الله باذن الله هتجيلكم في الوقت المناسب. بس لازم تهتموا بنفسكم اكتر او زياده عن اللزوم، ولازم مع اكتمال القمر بتاعكم تشوفوا انتوا عايزين ايه وتشتغلوا عليه. البابان قدامكم هتتفتح، بس بلاش الخوف الزايد عن اللزوم اللي ملازمكم. انتوا ناويين، وطول ما انتوا راويين ربنا هو القادر على كل شيء. فاشد الحاجه بتاعتك او اشد الزعل بتاعك هتعرف قد ايه ان ربنا كان شايفك، وهتعرف قد ايه ان ربنا ليه حكمه عليك وليه سلطه. وعشان كده في اقرب وقت ان شاء الله باذن الله ربنا هتلاقيه هو اللي بيطبطب عليك في الوقت اللي انت هتكون محتاجه فيه، مش يعني في الوقت اللي هيكون فعلا انت محتاج ربنا فيه. هتلاقي قد ايه الطبطبه، وهتلاقي قد ايه ربنا كرمك من المال، كلامك من
اداك العاطفة. شوف انت محتاج ايه، لو انت محتاج مال فانت هيبقى عندك كلام يخص مال، لو انت محتاج طاقة معينة فانت هيكون عندك كلام يخص طاقة معينة. الله اعلم الحاجة اللي انت محتاجها هي اللي هتكون عندك في حياتك. يا رب قراءتنا النهاردة تكون عجبتكم، وكده التحدي ما بين المجموعة رقم 1 والمجموعة رقم 2، وقولولي ايه اللي انطبق عليكم اكتر، المجموعة رقم 1 ولا المجموعة رقم 2. في رعاية الله، وربنا يحفظكم بإذن الله، وان شاء الله ننزل لكم استخارات قوية دايما.